مرحبا والله يسعد اوقاتكم بكل الخير. اليوم حنحكي على مادة الفحم، كيف انها بتطور النبات وبتحسن من التربة. الفحم عادة احنا بنستخدمه للشوي، ولكن هو ما مخصص بس للشوي. خليني لكم انه بيتمتع بكثير من الفوائد اللي بتعود بإيجابيات كتيرة ونتائج كتير مذهلة وقوية للنبات، لأنه كتير في مواد عضوية ومواد غذائية غنية بالكربون وبالبوتاسيوم. خليني لكم شو هي الطريقة بكل بساطة. هلا عندي نباتات، خليني اقول اني صار لها فتره ما بحس انها عم تنمو، مانا جميله، اللي منها بيزهر ما عم يعطي ازهار، يعني بتلاقيهم بشكل عام ضعاف. حناخد الفحم ونعمله مسحوق بهيدا الشكل. في أكثر من طريقة، ممكن ناخده وندقه، ممكن إذا عنا خلاط قديم ما عم نستعمله ممكن نحطه فيه كمان. المهم أي طريقة بتناسبكم نطلع بهيدا المسحوق. هأخد مي، دائما أنا بقولكم خلي المي تكون خالية من الكلور بأنه نغليها ونبردها. أنا مجهزتها حوالي 4 كاسات بما يعادل لتر مي. بدنا نزيد الكمية منزيدها إذا عنا نباتات أكتر حسب الكمية اللي عنا من النباتات. هأخذ 2 معلقة كبار من مسحوق الفحم للتر المي. حركون وبعدها بروي فيه نباتاتي، اي نباتات عنا ياها. عندي زهرة الكريسماس اللي سبق وحكينا عنها وقلنا انه هي ما بتحب الكتير من المي، ما بتحب الري الزايد، بتحب الإضاءة لكن ما بتحب الشمس القوية، بعيدة عن أشعة شمس الصيف. هأروي ودائما خلينا نتأكد انه الإناء مفرغ بحيث انه في تسريب حتى ما يحتفظ بمي زيادة وتعفن الجذور. النباتات المنزلية اغلبنا بيعاني من هاي المشكلة، عم بيكون في ري زايد ما عم بيكون في تصريف، وبالتالي عم نطلع لنا المشاكل كلها. مثل ما شايفين المي الزايد كله بيصفي معي. هأروي كمان نبتة جلد النمر. الصراحة هيدي أنا حاططها على مدخل البيت من برا، فما كثير عم بتذكرها وما عم تاخد كثير من الرعاية المطلوبة الحقيقة يعني. فجبتها كمان دخلتها لجوا، قلت خليني أعطيها من هيدا المحلول خليها تقوى وتنتعش. كمان إناءنا مفرغ، أي مي زايد بيتسرب.
هاي النبتة اللي تعتبر من أنواع الصباريات صادفتها عن صديقة إلي وكانت شبه منتهية حقيقة. كانت يعني هلأ لما جبتها هاي النموات اللي فوق ما كانت موجودة، كانت واصلة لهون وكان فيها مثل هالجفاف هيدا اللي شايفينه. فقالت لي إني بدها ترميها، ما بدها إياها. قلت لها لا هاتيها لنشوف شو قصتها. الحقيقة بشوية اهتمام شوفوا نمواتنا الجديدة اللي صارت معنا بفترة كتير قليلة، الحمد لله عطتني من جديد. حتى هون في نموات كمان. فالنباتات يعني بدنا نعطيها حب حقيقة لحتى تعطينا. كمان بدي ارويها خليها تقوى من هيدا المسحوب، كله في عندي له تفريغ. شوفوا عطشانة لانه لحد الان ما سربت مي. حاتأكد انه صار في تصريف وقري المي الزايد ورجعون لمكانهم اللي هن متعودين عليه. فهيدي تجربتنا بكل بساطة. نصيحة لكم، جربوا مسحوق الفحم وشوفوا قديمة انه مفيد، ومفيد جدا للنباتات. بتمنى انه تستفيدوا وآخذ منكم تعليق إذا عجبكم الفيديو وإذا لقيتوا إنه في نتيجة، واعملوا وأنا بأكد لكم إنه حيكون في نتيجة. نلتقى على خير وبأمان الله.